سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، أهلا وسهلا بكم معي في هذا الفيديو التي سأقدم لكم من خلالها نموذج للطاقة الكهرومائية أو الطاقة التي تنتج من المياه اللي نسميوها لينيرجي هيدرويليكتريك. L'hydroélectricité est connue comme une forme d'énergie renouvelable. يعني الطاقة الكهرومائية هي معروفة كشكل من أشكال الطاقة المتجددة. Produite à partir de l'eau des rivières et des barrages وتنتج من خلال مياه الأنهار والسدود. Car cette énergie est obtenue en tirant parti du flux d'eau des rivières et des barrages qui déplace les pales des turbines pour produire de l'énergie mécanique, puis un générateur convertit cette énergie en énergie électrique qui s'appelle l'énergie hydroélectrique. Voilà. يعني لأن هذه الطاقة المتحصل عليها تنتج من خلال تدفق مياه الأنهار والسدود التي تنقل مروحات يعني لي بال دي توربين هذه هي أدوات ميكانيكية تشبه المروحات حتى تنتج الطاقة الميكانيكية ثم هناك محرك يحول هذه الطاقة يعني الإنرجي ميكانيك يحولها إلى طاقة كهربائية التي تسمى الطاقة الكهرومائية. Cette énergie durable et propre vient pour protéger notre planète. هاد الطاقة المستدامة والنظيفة أتت لتحمي وتحافظ على كوكبنا الأرض. Voilà. هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص هاد النموذج اللي راهو مطلوب يعني في التعليقات وأنا لبيت طلبكم بإذن الله. نتمنى النموذج يكون فادكم وبالتوفيق للجميع. أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم.